صباحو، شلونكم؟ شخباركم؟ اموركم؟ دجاج هاي مورنينج باردة، كل عام وانتم بخير. دجاجة بخير، ميري كريسماس، ان شاء الله اعياد مجيدة على الجميع. هاي دجاجة اليوم جاية باردة باردة، والله صدق باردة. تخيلي طلعت انا متنكرة لابسة شي براسي، لابسة مال خمسة انا، ولابسه شال، ولابسه الكنتور، وجايه وبرضه بارده. تخيلي باردة. تخيلي وبعدها بارده، ما بعرف، احس في ثغره عم يفوت منها الهواء، يا اما من هون. يلا يلا راح نطلع على شاشه الديجيتال. ماكو دجاجه، ماكو صوره دجاجه. بدك صوره دجاجه؟ حلوه مش حلوه؟ هذا فيديو مو صوره. انا توتة، انا كتكوتة، هلا صار مقصة مغنية. وانا حتوتة. توتة توتة خلصيت الحتوتة. شو بس جرى الطارق؟ اني سير اكلها؟ احنا كلها انا شيء ما نقضي عليها، ناكلها، ناكل كريم بيري هسه. طبعا محمد رمضان مطلع اغنية جديدة اسمها نمبر 1، فاحنا شنو تخيلناها الناس لقبل وش يسوي بالاغنية؟ نمبر 1 تتترى نمبر 1 تتترى نمبر 1. وهاي من وبالاخير على اساس يضرب البنيه طلقه، بش البنيه ما ماتت. واو، معناته ما تخاف من عندي. ابداع ابد. يلا نمبر 1 تتترى نمبر 1. هلو سنابي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اموركم؟ صحتكم؟ كل عام وانتم بخير. وكل عام اخواننا المسيح بالف خير. طبعا صار هو محاكي معكم، ادري من مدرشين، لانه بسبب انه وقتي برنامج واذاعه، فهذا كلش قرات، ادري ما اخذتني منكم. فحابه انه افتح دايركت في اليوم ونحكي ونسولف وندردش واجاوب على كل اسئلتكم. بالنسبه اللي هو اسئله اللي وصلتني على الانستغرام على كومنت اشياء، والله كلها راح اجاوبكم عليها، وراح افتح الدايركت مال السناب حتى انه نبقى نتواصل دائما. اعرف سادته والله، لانه اكو هواي ناس تدق علي على السناب، فلذلك اذا اقدر اقدر افتحها. بيبي كريسمس، كل زوجة تخلي شجرة، السنة ما خليت شجرة. شو رأيكم نروح نطلع ونشتري شجرة، نخليها بالبيت ونزينها ويا أنا خطوة خطوة.